النهاردة يوم مش عادي، لأن النهاردة بيكون عيد ميلاد أدريان الله يحلقه، ومريتها بالصحاب عملت له هدية بمناسبة ده، وبتروح للفيلا بتاعة أبوه عشان تديها له، ولكن الحراس مش بيرضوا إن هم يتدخلوها، فمتقوم جاية متحولة لدعسوقة ودخل عن طريق الشباك، وقام جاية حط الهدية وكتبت عليها من مارينات وجنبها كده فاهم قلوب كده وعلى الحلاوة دي. ولسه بالصحاب بتنط من الشباك أدريان بيشوفها، ولما بيشوف الهدية واسم مارينات بيربط الوضع وبيكتشف إن تا 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 مارينات هي الدعسوقة. يا جامد يا لسه واخد بالك دلوقتي يا معلم ان انت الدعسوقه؟ الصدمه ازاي يا مارينات؟ ما كنتش قايلالي ان انت الدعسوقه، او ازاي يا دعسوقه ما كنتش قايلالي انك مارينات؟ طب دلوقتي انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اساسا كنتش بحب مارينات، بس كنت بحب الدعسوقه اللي هي اصلا مارينات، وعارف انت حاجه يعني المهم بالصحاب هو برضو كمان بيفهم ان هي لما الدعسوقه قالت له انها كانت بتحب شخص تاني كان هو، بس بشخصيه ادريان، فحاجه قمه يعني. فبلاك ساعتها بيقول يا عم ما ينفعش تعرفوا ويت بعض، دي كارثه يا معلم. وهي عند دعسوقه بالصحاب بقى، وهي راجعه من بيت جيلها بانكس من المستقبل، وبتقول لها ان في حاجه حصلت النهارده فشخت المستقبل الله يحرقكم في ايه، بتقوم بعد كده واخدها للمستقبل عشان تعالج الاكومه والموضوع يتحل يعني. وبنشوف ان باريس كلها اتدمرت بسبب اللي مارينات هببته. مانكس بعد كده بتسيبها في المستقبل وبتروح تشوف احتمالات ثانيه بقى ان كيس بقى فاهم كده ايه الدنيا فشلت يعني. المهم الدعسوقه بقى الصحاب بتقعد بقى تبص حواليها كده، وبتلاقي القط الاسود اتحول وبقى القط الابيض. يا نهار اسود وبنيل، انت ايه اللي حولك انت كمان اتحولت بقيت ابيض؟ ايه حط رمى عليك كلور يعني؟ المهم الصحاب بتلاقيه بعد كده هجم عليها وعايز ياخد الملكلس بتاعها، فبتعرف ان هو اتحول من مين؟ من عمنا هوكموث. بتحاول بعد كده تدور على الاكومه، ولكنه بيقول لها ان الاكومه في قلبه او في تبيت قلبه يعني، ولكنك مش محتاجه ان انت تكسريه تاني عشان هو اوريدي بروكن. يا توماس، يا قصدي يا ادريان جابرييل، يا صعبت عليا والله. هو مفكر نفسه توماس ممكن شيلبي ولا ابنه. المهم الصحاب بينزلوا بعد كده قتال مع بعض يوم، واثناء القتال بيقول لها انت كسرتي قلبي ليه يا مارينات؟ ليه يا بنت تعملي فيها كده يا بنت كالفينشي ليه طيب؟ فالدعسوقه ساعتها بتحاول تنكر انها مارينات، ولكنه بيكون عارف هويتها خلاص بسبب الرساله اللي كانت كاتباها على الهديه. اثناء ما بانكس بقى في الوقت ده كانت قاعده تتفرج عليهم وتحاول تعرف ايه الحوار يا رجاله، فبتشوف ساعتها موضوع الهديه، وان بعد ما ادريان عرف ان مارينات الدعسوقه وانها عندها كراش عليه راح لها وقال لها ان هو بيحبها واداها قبله كده. وطبعا مارينات بالصحاب بتوافق عشان هي بتحب ادريان، وقعدوا بقى يحبوا في بعض شهور وسنين وايام، وادريان اعلن ان هو ليه حبيبه الا وهي مارينات، وكل حاجة كانت جميلة لحد خد بالك لحد دي لما جابرييل ابن ستين في 70 كلم مارينات وقال لها ابعدي عن ابني ولو شفتيه تاني مش هيحصل لك كويس. فمارينات ساعتها بالصحاب بتضطر انها تكلم ادريان وتنفصل معاه وتكسر قلبها، وتقول له ساعتها انها مش بتحبه، وبتمشي ساعتها وهي مكسورة داخليا. الحلقة اللي كلها احزان دي بتفكرني بالاحزان المسائية بتاعتي كل يوم بعد تشا. يلا ما علينا. ادينا من الصحاب بقى مصمم ان هو يروح وراها اساسا، اثناء ما هوكموس كان بعت لها هجوم تسيطر عليها وهي حزينه يعني وكده. فادريان بيضطر ان هو يتحول للقط الاسود قدام الدعسوقه وناتالي ويدمر الحكومه بتعويذه المخالب القططيه. المهم بالصحاب ما بتتفهم بقى ان هو القط الاسود زي ما قلت لك، ولكن ناتالي بتكلم جابرييل وبتقول له ان ادريان يبقى هو القط الاسود، وهنا على عكس المتوقع الراجل بيفرح عشان هيقدر ياخد منه ميراكليس اخيرا. انت فاهم ان اخيرا كده هقدر اتعامل في الموضوع ده، ولكن الموضوع مش بيمشي على حسب الخطه، والقط الاسود والدعسوقه زنقوا عمنا هوكموث في القابو فاهم. فلما هوكموث حس ان هو خسر خلاص قال القط الاسود ان هو عارف ان هو ادريان، وده علشان انا ابوك يا ابني وبعمل كل ده اساسا عشان ارجع الولي امك من الموت باتحاد ميراكليس الدعسوقه وميراكليس القط الاسود. تعالى في حضن ابوك فواز، تعالى بس كده. ما هو اكيد يعني ابو الصحاب مش بيقول تعالى في حضن ابوك، ده بينزل يا ابو الصحاب وبيديله على مؤخرته. اثناء ما القط الاسود كان بيحاول ان هو يستوعب الوضع شغال يا ابني موسيقى حزينه كده، بسبب بقى كل المشاعر دي هوكموث بيقدر ان هو يسيطر على ادريان بكل سهوله وبيحوله الكات بلانك اللي هي حرفيا قط الفراغ، بس احنا نقول له قط الابيض عشان لونه ابيض بقى يعني وكده. المهم بيكون ابو الصحاب هدف قط الفراغ ان هو يرجع امه من الموت وياخد ميراكليس الدعسوقه، ولكن عشان القط الابيض بيحب الدعسوقه مش بيعرف يعمل ايه، يقتل ابوه ولا يقتل حبيبته، وبسبب الحيله والمشاعر دي كلها بيطلع طاقه وبيدمر بيها باريس كلها، وبيقتل الدعسوقه وابوه من القوه الانفجاريه دي، وبيطلع شعاع بيقسم القمر حرفيا نصين. وبنرجع بعد كده للزمن الحالي اللي الدعسوقه بتاعتنا بتقاتل فيه القط الابيض. ولو بتسال طب ليه القط الابيض ابو الصحاب عايز يقتل الدعسوقه مع ان هو اصلا بيحبها؟ هقول لك ان هو مش عايز يقتلها بس، هو عايز ياخد الميراكليس بتاعها ويدمجه مع ميراكليس القط الاسود ويصلح الوضع عن طريق الامنيه اللي هتجيله. والقط الاسود بيكون قادر اصلا ان هو يقتل
الدعسوقة بكل سهولة يعني، ولكن هو مش عايز يأذيها، وبسبب ان الدعسوقة مش عايزة انها تديله من الكليس بتاعها بيحس انها هي كمان بقتش تحبه. فدلوقتي الحياة بلا قيمة، ويوم بعد كده عامل دايرة كبيرة قد مجرد ضرب التبانة كلها وبيكبرها اكتر كمان عشان يدمر الكون كله. فالدعسوقة ساعتها بتقول خلاص انا هديك الميراكليس، وبتقرب منه عشان تبوسه ولكنها بتغفله وبتكسر الجرس اللي على رقبته اللي بيكون فيه الأكومة. تاخد بعكها بعضها وبترجع بالزمن بتاعها عن طريق بانكسود، وبتقوم جاية معالجة الأكومة هناك، فكل حاجة بترجع طبيعية من تاني. ولما الدعسوقة بتسأل بانكس إذا كانت بتنسى الأحداث اللي بتتغير دي، فبتقول لها بانكس إنها مش بتنسى حاجة، وإنها عارفة هويتها وهوية القط الأسود وهوية هوكموث، ولكن كل حاجة ليها وقتها. خبر هام وعاجل لكل قاطنين مدينة الاسكندرية او المدن المجاورة ليها او اي حد ناوي ان هو يجي. معرض وايت روز هيتم افتتاحه من يوم 18 حد يوم 11/10. الافتتاح هيكون اول يوم يوم 18 من الساعة 5 مساء، وباقي الايام هيكون من الساعة 10 الصبح لحد 10 بالليل، ممكن تروح في اي وقت. والمعرض ده بيقدم مجموعة من الفنون التشكيلية، واللي منها مثلا الرسم والخط. واللي هيكون بيفتتح المعرض ده اول يوم هيكون السفير الروسي ونقيب التشكيليين في اسكندرية، وانا هكون موجود في المعرض ده اول يوم الساعة 5 يوم الافتتاح. فلو حبيت ان انت تيجي اهلا وسهلا يا عم الحاج، هتلاقيني موجود هناك اول يوم. ولو برضو حبيت انك تروح مش لازم يوم الافتتاح، عندك برضو بقيه الايام اقدر روح من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 10 بالليل، اي وقت انت عايزه. بس كده يا عم الحاج، يلا بينا نبدا في الحدوته. الحدوته بتكمل وبنشوف عمنا جابرييل وهو واقف قدام جثه مراته، بيقول لها ان هو قريب قوي هيستحوذ على مراكز الدعسوقه، والقط الاسود هيقدر ان هو يرجعها للحياه من تاني. واثناء ما هو بيقول الكلام ده بيلمع الدبله بتاعته وبتاعت مراته، بيلبسها لها من تاني، وبيروح يقعد مع ادريان، وبيقرر ان هو يقول له كل حاجه، وبيقول ان هو بيحاول ان هو يرجع امه اللي هي برضه مراته يعني من تاني. ولكن قبل ما يقول له، ادريان بيقول له ان هو لاحظ كده ان هو قريب من ناتالي، وانا صراحه ما عنديش مشكله لو حابب تتجوزها يعني. فابو ساعتها بيتعصب ان هو انت ازاي يا ابني بتفكر في حاجه ممكن بيها استبدل امك اصلا. بيقوم بعد كده من جنبه، بس قبل ما بيقوم بيقول له ان هو يتجهز علشان في ضيوف جايين النهارده بمناسبه ذكرى وفاه امه. ادريان بيكون مستني في الصاله وبيلاقي امه داخله عليه، لوسات يا رب قول لي شت تعرفي تاني ولا ليا. ولكن ابو صحابه ابوه بيقول له ان دي خالته مش امه، بس شبه كبير قوي ما بينهم. بيطلع وكاله لخالته عندها ابن اسمه فليكس، واللي بيبقى نسخه من ادريان ولكن شعره على جنب كده، بس ان واضح كده اصلا ان فليكس ده واد اصفر كده فاهم، من جوه كده ماشي ومش شبه ادريان. احنا واد ادريان بس ده واد اصفر يعني. المهم ابو الصحاب امه بتطلب بطريقه ثعبانيه كده من جابرييل ان هي عايزه تستعيد خاتم ام ادريان عشان ده ارث في العيله، ولكن جابرييل طبعا بيرفض الكلام ده وبيقول لها انها تركن على جنب دلوقتي وتبقى تخش ترتاح من السفر. اثناء دي بقى ادريان بياخد فليكس وبيوري اوضته بيلعب معاه شويه، ولكن فليكس بيعمل نفسه بياخده بالحضن وبيقوم جاي واخد الموبايل من جيب ادريان. وبعد لما ادريان بيمشي بياخد ساعتها الجبنه بتاعت بلاج وبيحطها تحت مخدة ادريان. فبلاج ساعتها بيحس بشر كده نابع من فليكس كده فاهم انت، اللي هو انت الواد ابن ده خنزير ليه كده فجاه يعني. وساعتها بيروح بقى يقول لادريان العم ادريان الحق خلي بالك من الواد دوت، ولكن ادريان بيقول له اعمل نفسك مش واخد بالك لاننا لازم نعذره يعني عشان ابوه لسه ميت من قريب. انما بقى عند فليكس بيخش الحمام وبيفضل يعمل حاجات مش ولابد كده في تليفون ادريان يعني بصوابعه، وبيكونوا اصحابه بعتين له رسائل مواساه بمناسبه مرور سنه على موت امه، وبيقعد ساعتها يتريق عليه هم اساسا وحاجه قمه في الخنزره يعني. المهم ابو الصحاب بقى كان في حاجه مهمه، ان من الرسائل دي كان في بيانات وهي بتقول له انها بتحبه وانها دايما هتفضل جنبه، بس ادريان اصلا مش بيلحق يشوف الفيديو ده عشان فليكس الحيوان بيمسحهم كلهم. طيب عن ابوك يا شيخه. بيطلب بعد كده من ادريان بقى ان هو يغير هدومه من هدوم ادريان عشان ساب شنطه الهدوم بتاعته تحت، واول ابو الصحاب لما بيغير هدومه كده وبينعكس شعره بيبقى نسخه من ادريان. ما شاء الله العيال دي كلها توائم ولا ايه؟ بيصور بعد كده فيديو على انس ان هو ادريان، هو بيقعد يتريق ويشتم في اصحاب ادريان وبيبعت الفيديو للشله كلها. وطبعا ابو الصحاب هوكموس لازم ان هو يعاقب على الموضوع ده ويبعت لنا الاجومه تحول لنا اليا لليدي واي فاي وجولي كال ريفليكتا وبنت الثالثه اللي هي في الرجن مش عارف ايه كده، واللي هدفهم ان هم اساسا كلهم يفشخوا ادريان يعني. بس مرينا ساعتها بتعرف ان ده مش ادريان وبتتحول للدعسوقه وبتروح لبيت ادريان، وهناك بتلاقي ان هو معمول حفله فاهم، امي مسافره او امي ميته تقريبا وعامل حفله. المهم ابو الصحاب دلوقتي ادريان وفليكس الاثنين محدش عارف مين فيهم الحقيقي ومين المزيف اساسا، بس انت اللي بتدافع عن ادريان قدام الثلاثه بكل جداره. اثناء ما ادريان راح استخبى وتحول لقط الاسود وقابل الدعسوقه وبيقول لها كل حاجه قبل ما فليكس كان هيبوس اساسا عشان هو ادريان، هو استنى يا ابن انت بتعمل ايه. المهم ابو الصحاب قبل ما الثلاث اشهر يوصلوا للاسف الدعسوقه بتستخدم ميتين ام التعويذه بتاعت الحظ وبيجي لها سبري، بس قبل ما تستخدمه فليكس بيهجم على ليدي واي فاي وبياخد منها التابلت اللي فيه الاكومه، والدعسوقه بتقول له يدمر بقى التابلت ده. ولكن ابن الخنزير بيقول لها مين قال ان انا عايز اهزم هوكموث اساسا. الله العظيم عالم هبله. بيقوم بعد كده بنادي على هوكموث وقايل له ان هو يقدر يس
هيساعده في هزيمة الدعسوقة والقط الأسود مقابل ان هو هيديله جوهرة مميزة، ولكن هو مش بيلحق ان هو يكمل كلامه علشان الدعسوقة بتكعب الليدي واي فاي وبتحصل سلسلة احداث كده بالصحاب، وبتنتهي ان فليكس بيقع بالتاب من على السطح فالتاب ساعتها بيتكسر، والدعسوقة ساعتها بتلحق فليكس وبتعالج الكومة اللي خرجت من التاب وكل حاجة بترجع طبيعية، الا ان فليكس ما كانش فيه كومة ولا حاجة، هو كان خزير كده لوحده. المهم بالصحاب قبل ما فليكس هم وتمشي، فليكس بيعتذر من ادريان وبيحضنه وبيكون عايز يسلم على جابرييل، وساعتها جابرييل بيوافق يسلم عليه، ولكن بيكتشف ان هو سلم عليه عشان ياخد الختم بتاع مراته من ايده اساسا. عايز خنزير ابو الصحاب. والان احنا مع الموسم الرابع ورحمه ابويا، لو الحلقات ما اتغيرتش لو ولع فيه في الكومنتات نفر نفر، انتوا وعدني ان من نص الموسم الثالث الحلقات هتتغير، وده حصل نوعا ما يعني، ولكن الموسم الرابع هو كله انا مش عايز اشوف حلقه شبه الثانيه. انا خلاص اتخنقت، انا تقالي تلات مواسم طالع عين امي مع المسلسل ده، لو شفت حلقه شبه الثانيه ممكن اروح احلل نفسي دلوقتي. المهم جابرييل ابو الصحاب بقى دلوقتي صلح مراكليس الطاووس ولبسها ودمج مراكليس الفراشه مع مراكليس الطاووس، ان ناتالي ما بقتش قادره انها تلبس مراكليس الطاووس، وكموث لبسه وبقى شادو موث. يعني انت كده هتبقى جامد يعني، ما انت هتفشخ برضه مش هو. مينيب بتكون قاعده عماله تدوس صندوق مراكليس عشان تستكشف فيه، لحد لما بتدوس على الزرار وبيخلي كل الكواميز يخرجوا من الصندوق وبيعملوا بقى فوضى، بقى فوضى مارينات، ولكنها بتضطر انها تقعد تلملمهم كده على السريع عشان هي رايحه ديت مع لوك. المهم بالصحاب يعني هو مش ديت قوي يعني، عشان هم رايحين يتفرجوا على فيلم ما اتعرضش بقاله يجي 15 سنه كده، بيروحوا بعد كده السينما وبيقعدوا علشان يتفرجوا على الفيلم ده، ولسه كانوا بصوا بعد يوم في حاجه بتخبط جامد في السقف عشان تقريبا الواد ده نحس يعني، فمينيب بتضطر انها تقول اي عذر كده وبتروح تتحول لدعسوقه وتعرف الكلام على ايه الرجاله، بتلاقي بعد كده حاجه واقفه وراها فبتمسكها وبترميها، ولكن بيطلع ان ده كان القط الاسود اساسا جاي عشان يساعد يعني، وهي فشخته بتروح بعد كده تهزم الشرير اللي هو حمامه بتاع التليفونات كده على السريع وبترجع للوكا من تاني، وعبالي بالصحاب ما مينيب بتوصل الفيلم بيكون خلص وكل الخروجه راحت في تيس في تسمينا كده هوكموس. المهم بالصحاب كل خروجه برده كانت على النظام ده، مينيب بتسيب لوكا بيشوف له واحد هيسبحها او مين زرعها وتروح هي تحارب الشرير، وبيعمل ما بترجع للواد لوكا بيكون حمد خلاص اساسا وشفايفه باشت خلاص من كنت مستني بس يعني عيني الولا، لحد لما لوكا بتجيب اخره اساسا من الموضوع ده وبيطلب انها تقول له الحقيقه، انت بتختفي فين انت بتروحي تحبي حد غيري ولا ايه؟ ولكن ابو الصحاب مينيب بترد عليه انها ما تقدرش تقول له معلش يا ابو الصحاب شغل ابطال خارقين بقى وكده، فلوكا ساعتها بيتصدم وبيزعل جدا ان مينيب مش بتثق فيه، فطبعا عمينا شادو موث ما هو خلاص بقى ما بقاش اسمه هوكموث بقى اسمه شادو موث. المهم الصحاب بيبعت له كومه بتحوله لشرير اسمه الصدق، ومعاه سنتي مونستر كده بيساعده، وقوته هي ان اي شخص بيطلب منه ان هو يقول الحقيقه بيقول غصب عنه، حاجه كده بتفكرني شبه اللي هو حبل الحقيقه بتاع وندر وومن. المهم ان الصحاب بتجري وبتتحول لدعسوقه وبتطلب الدعم من القط الاسود، ولكنها للاسف مش بتستناه وبتروح تواجه الصدق السيده الفضيله ده، ولكن ابو الصحاب بيعرف ان هو يقفشها وبيسالها عن هويتها السريه، وقبل ما تلحق انها تقول له بيجي القط الاسود وبينقذها، والدعسوقه ساعتها بتضطر انها تلف حبل حوالين بقها علشان ما تقولوش اي حاجه وما تقولش هويتها بالغلط، وبتروح بعد كده هي مع القط الاسود يواجهوا بقى الصدق مولد الحقيقه ده. المهم الصحاب اثناء بقى ما الصدق في البيت بتاع مينيب بيستجوا بها وامها، الدعسوقه والقط الاسود بيحطوا تماثيل ليهم على اساس ان دول هم، وسنتي مانستر ساعتها بيصدق الموضوع ده فاهم انت، وهم بيروحوا في الخباس هيلحقوا بقى الصدق قبل ما يلاقي مذكرات مينيب او صندوق الملك لسه او اي حاجه، وبعد ضرب كتير ابو الصحاب الصدق بيستدعي السنتي مانستر بتاعه تاني، فالدعسوقه بتستخدم ميتين ام تعويذه الحظ وبيجي لها ورق فويل. احنا ايه هنشويه ولا مش فاهم، احنا هنغلف الولزه ولا مش هنعمل ايه مش فاهم يعني. المهم الصحاب بتستخدمه بعد كده انها بتلفه على شمسيه، ولما السنتي مانستر اللي عباره عن عين بتطلع ضوء بيبص على الشمسيه ده، الضوء بينعكس في عين الصدق، فالدعسوقه ساعتها بتعرف انها تكسر الجزء اللي فيه الاكومه، والاكومه بتتعالج بكل نجاح. انا بقى عندي سؤال هنا، طب ما كان جيلها مرايه، والله المرايه برضه هتفيد اكتر من يلا بقى احنا نجيب بقى ورق فويل فاهم انت بقى ايه ونقعد نلف بقى والحاجات دي، تعبيط يا اسطى ما نعمل مرايه يا اسطى اسهل يعني. المهم لوكا بالصحاب لما يلاقي ان مارينات لسه بتحب ادريان بيعذرها وبيقول لها ما ينفعش ان احنا نبقى مع بعض بعد كده، وده علشان لما كان هو متحول لشرير وسال اي حد عن مارينات كان بيقول له نفس الاجابه الا وهي انها بتحب ادريان وبتذنب عليه وانها خنزيره، لا دي من عندنا يعني. المهم بالصحاب لما مارينات بتروح البيت بتقعد تعيط عشان هي بتحب لوكا، مش عارف هي بتحب مين بالترمه دي يعني، ولكنها للاسف ما تقدرش انها تفضل معاه وهي الدعسوقه حاميه الملك لسه بت بس كده بالصحاب توتا توتا خلصت الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير تعمل فولو على انستجرام، ما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي منتج وكاتب الفيديو ده، وما تنساش ابو الصحاب تعمل سبسكرايب لبقيه القنوات اللي هتلاقيها تحت في الديسكربشن، وبس كده اعمل حاجه ولا لقاء اخر في قهوه حدوته، والسلام عليكم.